هذه الظاهرة الشذوذ الجنسي لازم يبقى فيه تربية وفي تعليم للشباب الطالع. احنا بنتكلم على اقوى دوري في العالم من الناحية الفنية، انما في ظواهر لا تناسب العقيدة بتاعتنا. صحيح. ولا تناسب ديننا. طبعا. ده اكبر عقوبة حصلت في التاريخ وذكرها القرآن، قوم لوط فقسفنا به وبداره الأرض فجعلنا عاليها سافلة. فيقول لك اللي قبل كده الظاهرة دي ما كانتش، تقول لك سيبها ما نكلمش عنها وبتاع، لا بقت فج، ظاهرة بقت فج وموجود. فلازم ويحسب الكثير من اللاعبين المسلمين في البريمير ليج عدم المشاركة مع ما يحدث. صح. في هاتين الجولتين ده دور اللعيبة المسلمين والعرب ودور العلماء والشيوخ، لأن هذه الظاهرة تغلغلت في مجتمعنا. وبعدين دي مش ظاهرة، عكس فطرة الإسلام، عكس فطرة الإسلام وعكس فطرة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، فأنت بالظاهرة دي مش بتكرم، ده أنت بتهين بني آدم. فخلي بالك الناس، مباريات رياضية، خلي بالك أنت بتخش مباراة الرياضية والرسالة الرياضية بتخش كل بيت. فدور الأب والأم والأخ ومحمد والدكتور طارق تصدى لهذه الظاهرة التي لا تناسب الإسلام وضد الفطرة وديننا، وكل الأديان بتنتهكها وبتحاربها. فخلي بالك ده دورنا. وأتمنى وده اقتراح على الهواء، ما فيش ترتيب ما بيني وما بين إدارة القناة، في السنين القادمة الجولتين دول لايف من غير استوديوهات، وتطلع على صفارة الحكم. سيبك بقى انت مش ضامن اللي بيحصل في المباريات وبيحصل في اللعيبه وبتاع، فده اقتراح ممكن يقبل يناقش يرفض، انما دورنا ان احنا نتصدى لهذه الظاهره لانها ظاهره خطيره وبقت فجه، والعالم ما بقتش تختشي. لا يقول لك حقوق الانسان، لا مش حقوق انسان، ده انت عكس الانسانيه. ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك والاديان بتكرمك.